قبل شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، تدخل عناصر المنتخب الوطني للملاكمة المحطة التحضيرية الأخيرة التي تسبق المنافسة بخمسة عناصر تمثل القفاز الجزائري في الأولمبياد. الملاكمة الجزائرية ظفرت بخمس بطاقات من بين 18 بطاقة كانت موجودة، تقريبا 40% لكل حال نسبة النجاح. راح يكونوا أحسن ملاكمين في كل وزن، والمنافسة راح تكون شرسة بدون شك. باستطاعتهم الخمسة يعني الخماسي كل واحد فيهم في الوزن تاعه يقدر يحقق نتيجة جد إيجابية. الخماسي الجزائري يخضع لبرنامج تحضيري مكثف داخل وخارج الوطن من أجل الاحتكاك بالمستوى العالي للملاكمين الدوليين. الربوسات الأخيرة راح تكون بالنسبة للبنتين رميسة بوعلام وخليف حجيلة راح يكونوا في إيطاليا، إيمان خليف راح تكون في فرنسا، ويغرطة يتبقى وكذلك كادي مراد راح يكونوا في لندن في آخر يعني تربص. ونظن أنه التربص هذا راح يكون مهم جدا، خاصة من الجانب النفسي والبسيكولوجي. الملاكم يغرطى إتبقى الذي سيدخل هذه المنافسة للمرة الأولى في مشواره يعول على الظهور بوجه مشرف من خلال بلوغ الجاهزية المثلى فنيا وذهنيا. جميع الملاكمين في الوزن تاعي راهم متقاربين، تبقى تم ان شاء الله في القرعة في التيراج وصور، تبقى في التركيز تاعك نهار المنافسة. أنا شخصيا واعي بالمسؤولية اللي راه تسنى فيا، وإن شاء الله نحقق نتائج إيجابية ونشرف العالم الوطني والجزائر وعائلتي كاع إن شاء الله. بعض الملاكمين اللي عندهم يعني مستوى عالي بأبطال عالم وأبطال أولمبياد، يعني كنا درنا معهم احتكاك مع الملاكمين تاعنا، وين ما شفنا يعني ما كانش فرق التدريبات راه متواصلين، وحنا رانا مع الملاكمين ورانا نوجدوا فيهم، نطولوا في النصايح اللي راح يلاكموا بها. لدى السيدات ستكون الفرصة سانحة في موعد باريس 2024 لكتابة صفحة مشرقة أخرى في سجل القفاز الجزائري. هدف تاعي ليس فقط المشاركة، وإنما إن شاء الله نقدم ولما لا ميدالية. إحنا رانا نخدمه وحضرنا، وإن شاء الله ربي يكون معنا ونشرفوا الجزائر أحسن تشريف. الحظوظ تاعي جيدة، يعني ما رانيش بعيدة بزاف على المستوى تاعي، على الرياضيين اللي راح يشاركوا. الألعاب الأولمبية هو أكبر محفل دولي راح يكونوا فيه أفضل الملاكمين على مستوى العالم، وأكيد أنا من بينهم، يعني نقدر نقول لك بلي أنا الأفضل في وزني في إفريقيا. عندي كل فرص، وإن شاء الله راح نمد كامل وش عندي باش نشرف الجزائر أحسن تشريف. ملاكمة النسوية من 2018 إلى يومنا هذا حصلت على 18 ميدالية ذهبية، العرس العالمي أمبورتو أنا نوجدينو، إن شاء الله بربي نديرو نتيجة إيجابية، لما لا نجيبو كما قلت لك نقدروا نجيبو 3 ميدالية. الاتحادية الجزائرية للملاكمة التي رافقت الرياضيين في مختلف مراحل التحضير سعت لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتألق ملاكمين في هذا المحفل الرياضي. تحضيرات هذه الخطره هذه راهي تحت الرعايه الشخصيه تاع الرئيس الجمهوريه، وفر كل الامكانيات للملاكمين ولا الرياضيين المتاهلين للعب الاولمبيه، والناس كاع على بالهم باللي هذه الطبعه هذه في باريس عندها نكهه خاصه. ان شاء الله الشعب كاع الجزائري كاع راهو يستنى، وان شاء الله ملاكماتنا وملاكمينا يجيبوا لنا ميداليات اللي تفقدناها منذ سيدني 2000، دورة سيدني 2000.
طموحات الملاكمة الجزائرية ستكون مرتفعة في دورة باريس من خلال حصد ميداليات أخرى تضاف إلى 6 ميداليات المحققة عبر تاريخ مشاركة القفاز الجزائري في الألعاب الأولمبية.